بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هنا في دار الإحسان لإيواء أسر الأيتام في مدينة الريحانية التركية. هذه الدار تحتوي على 32 شقة سكنية، كل شقة ستسكن فيها عائلة كبيرة مؤلفة من 4 أطفال وما فوق. نتقدم بالشكر لإخواننا من أستراليا الذين تبرعوا بمبلغ 28,550 دولار أسترالي. هذا المبلغ هو وقف لروح قتلى مجزرة نيوزيلندا. هذا المبلغ مخصص لتقديم فرش كامل لست شقق سكنية في هذا البناء. هذه الشقق تحتوي على غرفة نوم، أسرة، أغطية، خزن، هذه الغرفة غرفة النوم الثانية، أسرة، مخدات، شراشف، حمامات، خزانة، غرفة الجلوس، كنبات، سجاد، خزانة صغيرة، داخل تجهيز المطبخ كاملا، براد، براد كبير، غسالة، غاز، أدوات مطبخ كاملة، صحون، طناجر، كاسات، كل ما يحتاجه المطبخ، كراسي وطاولة طعام. العظيم أن يتقبل منكم هذا العطاء، وجزاكم الله عن أيتامنا كل خير.